لأننا اليوم سننضرب في مسيرتنا مسيرة البناء والتصحيح والإصلاح، مسيرة المحبة والخير. سننضرب من كل قرية في اليمن. قبل غروب شمس خميس 13 من يونيو، استمع اليمنيون في الشطر الشمالي للجمهورية إلى صوت المذيع قائلاً: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية العربية اليمنية. كان يتبع ذلك الصوت أغاني وطنية ذات امتداد جمهوري سبتمبري. بين تلك الأغاني كان المذيع يردد جملة قصيرة، بيان هام سيذاع بعد قليل، بينما كان الشعب ينتظر بفارغ الصبر ذلك البيان الذي يحمل في مضامينه الكثير من التحولات. بعد الغروب مباشرة استمع اليمنيون لميلاد حركة سلمية بيضاء برئاسة المقدم إبراهيم محمد الحمدي، على رأس حركة عرفت بحركة 13 من يونيو التصحيحية، والتي عقدت اجتماعاً عرف باجتماع مجلس القيادة ليبدأ بإصدار البيانات السياسية، أبرزها إعلان الحمدي رئيساً للجمهورية وتكليف حكومة حسن مكي بالاستمرار في أعمالها. تم توديع الرئيس عبد الرحمن الإرياني في مطار تعز بعد أيام من إعلان الحركة التصحيحية كرئيس جمهورية سابق، في مشهد غير مألوف في الحالة العربية بالنسبة لرئيس تنازل عن السلطة سلمياً من أجل الشعب ورئيس صعد إلى السلطة سلمياً من أجل الشعب. وإذا كنا منذ 13 من يونيو نكرم كل إنسان في يوم من الأيام مقابل جهد وطني خلاق وإبداع وطني شريف. بدأ اليمنيون يستمعون لخطاب التصحيح كامتداد لروح سبتمبر ومشروع التصحيح الذي اشتغل على المصالح الاجتماعية للشعب وتكريس دولة القانون ووضع بوصلة تنمية مستدامة على أساس الخطط والبرامج. بحسب متابعين، استندت حركة التصحيح على رؤية بالغة الذكاء والإنجاز وقيادات تتسم بالفهم والنزاهة وأسس تنظيمية مؤسسية وخطة خمسية ركزت على التنمية على صعيد الدولة من خلال المؤسسات وعلى صعيد التنمية المجتمعية من خلال التعاونيات. ركزت حركة التصحيح على الإصلاح المالي والإداري وإنشاء لجان للتنفيذ وتحويل المؤسسة العسكرية من ولاءاتها المتعددة إلى الولاء الوطني المؤسسي والتحول من قانون القوة إلى قوة القانون. وقبل أن يكتمل الحلم اليمني الجمهوري المتجدد من حركة التصحيح والذهاب نحو الوحدة الوطنية مع الشطر الجنوبي للجمهورية، امتدت أيادي ليلة الغدر بالرئيس ومشروع التصحيح لتغتال حلم الذات اليمنية الجمهورية في العصر الحديث.